بكل ما اوتي من يعني ايوه زي ما حضرتك شايفين كده عيد عبد الملك ولقاء كده مصراوي وعيد يعني بيقول فاول وان شاء الله يعني ولا في اي خطا حتى هنا حتى هنا يعني جده راجع هيعمل ايه طيب؟ يعني هو معلش خلينا نشوف هنا هو خد الكوره احمد عيد تمام وقام مره ثانيه وادي الراجل خد الكوره تريزيجيه خلاص وخرجت اوت هو نط من فوقيهم ووقع بعيد ما فيش حد جه ناحيته تمام اهو تاني ادي الكوره اتلعبت اهي هو خدها المره دي يعني كل اللعب على الكوره ماشي والحجم ده وهنا تريزيجيه خد الكوره بالظبط يبقى ما فيش فاول وهنا اهو بص جده مشي اهو هو عيد في الكوره دي محتار يمسك ايه لانه هو مش عارف نفسه هيمسك ايه هو قال على فكره في المداخله معاك يبدو ان هو متاثر بالجو اللي حصل بينه وبين الجماهير مشدود يبدو ان هو مشدود ومتاثر مشدود. لكن اللعبه ما فيهاش اي حاجه خالص.